السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله بخير، طيبين مستنسين، جايبين لكم اليوم اف تي في. واخيرا اخيرا الريال، والله شكلي حلو يا اخي. لا احد يسال ليش ننزل حلقه اف تي في واجد، لانه ايه ريان اشرح لهم، انت البروبلم الكبير. يقول ايوه يا اخي والله مشكل كثير نت الحين، متوقع بينقطع بعد. ان شاء الله. طيب تعالوا بعطيكم نبذه سريعه عن اللي صار. ايش عندنا؟ ما سوينا شيء واجد، بس اللي سويناه سوينا شيء مره سبيشل. احسن شيء سويته بالاف تي في الحين الحالي، اللي هو سويت البوابه هذه. شوف البوابه الملكيه، طبعا تدخل ادخل. لا خلنا اوريك. دروب منين؟ لاق من السيرفر ترى، ما هو دروب. لا اقول لك دروب. شوف هنا بالفاتح ما في مشكله، بالتسكير ينزل. اي بالتسكير، هي لا بالتسكير يلقلق السيرفر، فهمت؟ يلقلق السيرفر الفريمات ينزل. يا سبك ال 17 ريتا. ايوه هنا ما سوينا شيء. تحت انزل، هاي لاق عند البوابه. انزل انزل. هو سلايم وين؟ الو هلا. اشو حسب انا صوت نسك، حسب انك فصل. لا والله هو فل ذا. الله والله مفلل. البيمات لان مو الفلل. اي اخيرا تفلل. شوف طبعا سوينا ذا المزرعة. انا سويت طبعا ذا المزرعة، ما ادري وش ابي احد يشرحها. وشي انا ما اقدر اشرحها. اي مزرعة؟ حقت البيماس ذا. ايه هذه بنغيرها الحين، بنضفها لمزي واحدة منا. اتحداك تشرحها. انا مسوي ما فهمت. انا ما فهمت مزين. هذه خطا. هذه من فين؟ هذه ما في شيء. ايش بعد؟ يبي نشرحها. بنغيرها هذه الحين، بنغيرها بنضبطها الحين، بنوريكم ايش قصة ام هذه كلها. نبي نخلي كل تحت كل شيء واحدة، فهمتوا؟ يعني سوت المزرعة حقت ذا، لانه احتجتها بالسحر. ف ليش ما سويت؟ تكبر ترى، تخليه كبر ذي. يا رجال هي كذا، يلا يلا بعد مستخدمينها. شوف القصب، انت مسوي واجد، والحين شوف كل شوي يفلل وقت افضي من ذا. اما فلل يفلل كل شوي، اللي بالنص ذا وقت افضيه هنا على جنب. وين تحطه؟ وراح نكبر بعد التانك هذا، نخليه اكبر باذن الله. وش اكبر مقاس ريان حق التانك ولا ما تدري؟ يمكن تسوي تانك كبر الغرفة. لا نبي تانك يعني اكبر بشوي، نبي كبر حق اللافا تقريبا. هل تصدق ان ذا اكبر من حق اللافا؟ ولا لو تشيك. اصبر اشو هنا. ولا شيك كم ذا؟ لا هذا 3 مليون، ذاك كم؟ هذا 5 مليون، ذاك 7 مليون. اصبر الحين شوف لاق. هذا 5 مليون و 488. هذا اكبر من ذاك بشوي. 5 مليون و 488. هذا 5 مليون و 100، يعني اكبر منه بشوي. تبت الموضوع. طيب شلون تكبر؟ شو بنكبره؟ ويطلع كبير، شيء يشيل كثير يعني، فهمت؟ يب. وغير كذا نبي نسوي بعد حكه اللافا الحين، اللي هو السيت اب باللافا، نبي نضبطه ونوريكم شلون سويناه للي يسال. تعال ريان تنفسي. طيب قاعد العب. تعال ورهم وش انت مسوي هنا، وش مسوي بلاويك الزرقاء. بلاوي وين هنا؟ وين بلاوي اللي فيه ذا؟ وينت؟ فوق هنا. هنا علمهم وش مسوي هنا، وشلون اللافا تجي لهنا. و طبعا حاط تحت اللافا، حاط ذولي اللي طبعا اول شيء هذا التانك يدخل من هنا لافا، يدخل من العبرنج ذولي. اي من طريق الدر يدخل لافا على التانك ذا، ومن التانك ذا حاط انزل تحت، انزل ورمته. حاط اثنين يستخرجن اللافا، حط عليهم اربع انجن. ما ادري ليش كنت سبق كنت حاسب على الانجن انه يشفط، وهو مو على الانجن، على يعني انجن واحد يكفي لهم. تبين تفضيهم؟ طيب مؤخرا مو بالحين اصبر. شفت فيطلعن ويجي ذا لافا، هذا ينتج طاقة للالكتريك، لاني مسوي اربع يعني شفط طاقة. فيجي ذا لافا ويشغلهم ويشفطهم بعد زيادة، هم يمشون يمشي يا طويل العمر الى اوبس كسرته. وين هذا؟ ما ادري عنك. هذا وين؟ جبنا العيد
ما معي في ذا شو اسمه الزبد انه هذا. ايوه السلام عليك حط ايوه السلام عليك. فيرقن يرقى هذولي. حسيت انه شو اسمه مجاري يا رجل. يا رجال سليكي. فيصل ان هذولي كم واحده 1 2 3 4 4 في 1 2 كل هذا عشان اللي هم ما تحطه هنا 6 4 في 6 لا عشان هذا الازرق 4 في 6 4 6 وهذا مفلل هذا يشيل 100 مليون يو 24 واحده من ذولي هذا لو كله نشوف هذا المفسو يشيل مليون طبعا هذول ينتجن 24 ايو ظاهر او 42 ايو عفوا 42 ايو كل ما ادري كم الزبد انه يطلع بس انا الحين شوف لنا الاثنين مفسو المفسو 10 مليون وهذا الكبير الازرق 100 مليون اي لان ذا ما يشتغل فلو يشتغل ذا ويقعد يوم يومين ماينكرافت الصدقيه ماينكرافت ايوه يا سلام ماينكرافت يفضن كله يبدا ذا يلا وزينة هذا الشيء هذا تختار كم يطلع اوت اكثر شيء بالاف تي بي بالمود ذا 2048 ايو ف شيء كبير قوي فيمديك تشحن ذا الشيء ذا بالجيم مود تدري انه لو تحط تروح حقاتك وتروح تسافر ينشحن كذا لاسلكي هذا بالجيم مود طبعا مو بالجيم مود يعني بالكرياتيف يعني ذا لا 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 زبده شفت الموضوع ما علينا الحين طيب الحين شو بيسوي هذول الاغراض اللي كانت سيفي سيفي بسم الله حطيت سيفي شو حطيت سيفي لفه تخيل يقلب لك اليوم هذا السيف الخزعبلي هذا لو والله لا انتحر طيب السيف خزعبلي هذول الادوات اللي كانن هنا تعال شوف ارهم ذولي اللي هو الاندستري والحقه الكانن اللي ضبط من الكواري حطيناها هنا عشان يسحب الطاقه من اللابه واللابه هنا قضت ف امشي طبعا هذا الشيء هذا المفسو يجيب طاقه من حقه السولار بانل اللي فوق اللي ما ادري متى اقشعهن من جد وهذا بعد يجيب منه هذا الام اف اي فيب يلا امشي امشي نروح للنذر طبعا ودي اوريهم ذي طريقة الجرافل ماكي جرافل طيب وش الدايموند قصدك؟ ايه هذه وريناهم الحلقة اللي راحت لا هذا الجرافل هنا اصبر هنا لو تحط حبة جرافل اصبر اصبر وين اوريكم شي خزعبلي بالعدات ذي وين كرافل اي بس بقول شيء للي يسال البوابه الفوق شلون جبتها هذه القلعه اللي اول مره رحنا لتويلايت القلعه ذيك اللي شو اسمه يا ربي القلعه اللي بها تشستات ومتشستات شو اسمه تلقى بها الشيء هذا لازم تكسر الظاهر بك دايموند انا كسرته بالدريل ذا دايموند ورم الدريل اللي معك ريان لازم تكسره بوه ينكسر على طول طيب تمام ايوه كرافل ما جربت الستيل والثانية ذي لكن طبعا الجرافل لو تحطه بالآلة ذي هاي وين الجرافل لا يو واي يو واي يو لو, لو تحطه بالأداة يطلع لك نسبة 1% حبة دايموند فشي كويس شي خزعبلي هاي يمدينا اصلا نصنع دايموند كذا سلام سلام زبدة يلا مش نروح للنذر اول شي نضبط ولا تبي نضبط ستاب هنا اول ست بيش ست خل نقشع اللي تحت ذاني نحطها معك ذاك المفك ياب تعال ضفنا ما يحتاج تضفن ذاري في ضفن بعدي لا هذا حق الانجل لل هذا قلاب ايه بالمفك اح ليش فكوا لي كذا ترى مو بشرط ينفك طيب ليش فكوا لي الحين عطاني اياه عادي ثاني مود حق اللابة وش بو شوف شلون فكه اعطاك اعطتك اياه ترى فل الحق اصلا ما يمدي ناخذ طب وين طصت ذي معك ناظر ذا حلت عليك طحت هنا وانت اخذتها ما اخذت اي تاكد ما مفلل اصلا شلون اخذ ناظر معك وش طلع زبده
تعرف اللي شو اسمه ما ادري طلع لي كانه ماشين بلوك بس انه ما ادري شلون جاي ما طلع لي الاله دي نفسها. عادي الزبده انا مفلل البلوكات يا رجل. لا حط واحده وراك شلتهم كلها وين. حط واحده يمين هنا وين حط بينهن اوكي حط يا حبيبي كذا تمام الباب. لا يا اخي ورم نحط انجن اثنين ريد ستون لو ما معك حط حطه في البيت. سيب البيت ليتي ما شلته تصدق. اصبر في اشياء يقهر من جد يا رجل ودك تنظف الانفنتوري يا اخي جد مع انك ما تدري ايش تشيل. اجيب ريد ستون انجن ولا اي جيب بتروح عند ايه طيب ستكس شبيبة دار خشب جدان اجداء بس خلنا هنا جولد مخلني معي بلوكات جولد فضاوك يا رجل. هذا خلنا هنا هذا خلنا هنا هذا اجداء اوكي هذا هنا مي بيكن سلامات. يوم نشيل البيكن كل مرة يوم نشيل لها للجحيم ايه طرق لها من جد يا رجل تدري شي اي حقت عدنان ولينا هي للجحيم ايه طرق لها حقت هبسي يوم يقول متابع كل اجزاء يلا امشي اجزاء حلو اجزاء ايه اجزاء عدنان ولينا حلقاته صدق عاد الحين انا ما مسمين الاجزاء لانه عندي 10 فيديو كان الجزء الاول والجزء الثاني وراك شل ثاني ايه تنظني امس سوري ما معك زياده كم معك حط حط سوت سوت فلل ريد ستون انجن يعني ما عندك مشكله ما انطكش شاف ما عندك اربع بس حط واحد هناك تن 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 طبعا شغل ترقيع ترقيع على الاقل يعني حط كذا من نفس الجهه الثانيه يعني كذا بس يلا قول نذر الحين ولا لا شيخ خلينا نضبط السيت اب حق اللي تحت يا اخي هنا في جلتش حقت ذولي شوف عندي كم 20 ستاك وذولي السيل سيل اي لان الدنيا يروحون ويجون يروحون ويجون فايت دبلن لا يروح خلا يا رجال انا عشان كذا حطيت ذيل لان كل مره فلل هنا ما فلل ويجدع انا استغربت قلت ريان مسوي 20 ستاك لا تخيل مسوي اذكر كم كم ثلاث ستاكات الظاهر بس اول ما قلبن 20 ستاك الحين قلبن كم يمدينا نسوي مصنع تن اجل على كذا همين يديك تقلبن تن يا سبك الا بالان كرافتنج اخ والله مستعان على اكس بي وين تبي لك مصنع اكس بي عشان تجيب مصنع ذا طيب ورا ما نروح البي ما سوى خلينا نكمل ذا عشان نروح البي ما يا لا بس انت دقيت مشوار ثم بترجع الحين مشوارك يعني شنيع دي خربانة حقتك مو بخربانة بس انه مخلص خلص؟ خلص اللعبة لا لا قصدي البورتن نفتح بوابة يا عزيزي نسد على دحوم شوف شو مسوي دحوم طبعا يلعن ام شغلك ترقيع دحوم لا 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 طاح الانجن خلنا دحوم شغلك ترقيع يعني تسمح لي وش شغل ترقيع؟ وش الترقيع؟ تبي قاش الحين ينتف ام ذا شوف انا مضبط الوضع حاط بيت هنا اوكي شغل تدليع هذا ابو بلكين سكاي بلك على غفله طاح البامب لا لا ما طاح ما طاح هنا انجن يا سبك فطره طيب خلاص شلته طيب هذا شلون يشال بال فك ورا ما يشفط من هنا يشفط لا ودي ننزله تحت يا اخي مكانه هنا خايس يقطع والله اللافه جاي شكله خقق هنا طيب خلي يحلل ام المنطقه طيب يا رجل شكله خايس اللافه هنا متحلله ما حللت تو خلني بان الارض طيب ليش طاف؟ ليش ما يشتغل؟ لانه ما دينا لازم يشتغل من هنا لانه سبك حطه يعني حطه
اوكي بس سنتين ثلاث حط طيب يبي لنا باكيت لافا عشان نشغل ذا المحرك. طيب ما معك كال ولا شيء؟ اصبر باكيت ولا يا راح اخذ من هناك صح. طبعا في جلتش حق ذا سل ما يمدينا اسحب سل صح الا اخذ من الفلتان بس لازم من السارس نفسه. حمل لك واحد يكفي حطه فوق هناك. ايه هدري حتى طريقتي يا حبيبي بس قاعد ننسى البوم حقه ذا. عندي فكره ايش رايك نوصل له لافا بعد هو عشان ما يطفى ابدا. شلون توصل من خلال السلك نوصل له سلك من ورا كذا يوصل له لافا. هو يوصل له اصلا يا سبك ما ادري شلون ما تدري ما ادري انا حمار من حمار واحد ما بعرف مشينين لا لا طح الى الجحيم يا حيوان خلنا بحط اللافر اللافر ايوه يعني من اللي هكا لقى ما معي شيء نطيح جت باك ولا شيء ما يمديك تنزل تصدق تصل لي اشتغلنا كلنا صح يب يب طيب الى متى يصل ذا بيض طيب اوريهم وش اسم ذا دقيقه خلنا اوريهم وش اسمه اللي هو البومب وريهم شاطر لا لا تكسره ما نبكي تخيل اكسره طيب اصبر ما انا بالحمار هالدرجة عاد والله يمكن طب على بال ما ينزل الا يورهم هذا اللي انت تسويه هناك بالغرفة تحط تانك التانك تسوي كذا وهذا تسوي هكذا سهل مرة هالبم سهل سهلين ما بحكي ايش دخل طيب امشي مشورم هذا كم حاطه تانك ذا هذا ما ادري 24 كارت اكثر شيء اي بوي ما في ورم شو مسوي هنا القربيع هنا هنا ماكس تمبرك لا ورم من اول شيء من هنا وشلون سويته وديته من هنا وراحت هنا هلا ملا هلا ملي عاد ايش اسوي يا اخي ورم يا اخي لازم تسوي اشياء ولا تشرح هنا شيء ها هذا هذا عشان يوزع لهم طاجه شيء طاجه طيب انا شغلي تركي تصدق طيب هنا ذا مليان لافا ليش ما يوزع؟ يوزع يا اخي وين يطيحن ذول الله ياخذين شوف يا طول عمر اخي لازم شغل ليش كسرت ذا يا ذكي؟ ابي شغل نظيف حط شوف يا طول عمر طلع ادخل وش ايوه طلع من هون هاي جبت بليد انا ليل جبت بلكات طردي انت والبلكات شي طردي انت والبلكات طردي يا اخي وين شلون احط سلو ذا حقه ايوه سلام انا لما لحش يا رجل اه اي بس الله الله شي الله الله طيب ما وصل ذا خلا طيب وين ذا ضيعت ايوه تقول لي طيب اشرح لهم هنا هذا يا طويل العمر يا طويل العمر هذا يبي لي صوره يمين وصوره يسار واحده بالنظر واحده بالعلم العادي لا لا اصبر خلنا نشرح لهم هذا هنا فيه سيلز فاضيات يطلعهم هذا الشيء معلق لانه هنا فللات ذولي كلهم يوصلون لذولي هذا الشيء يطلع من هنا يمشي يوزع لذولي هذا الشيء الفلتر عشان الفلتر عنده تايمر التايمر يعطيه وقت الفلتر علشان كل وقت يعطيه طاقة ريدستون فطاقة ريدستون ذي تشغل الفلتر والفلتر يطلع اللي بالتشست ذا ويوزعه على هذول الأشياء وهذول الأشياء يجن هنا فإذا اشتغل الانجن اللي تحت ذا الالكتريك انجن يشتغل ذا ويجي طاقة ويبدأ يعبي السيلز وهم يطلع من
البايب الودن بايب ذا ويدخل بالتشست هذا. فمن التشست هذا اللي هو لونه اصفر اصفر يطلع للعالم العادي. ومن يدخل بالذليك الادوات اللي الثلاث اللي يدخل بس السلس يعبى بالش اسمه بال هو ايوه يعني كذا آلة كذا تعبيهن تخليهن على على لافا واللافا تنسى يعني كانها على بايبس والبايبس يمشن يعني تخليهن سائل او كذا بدل مو محجور بسلز يفكه ويخلي السلز يعني ما يطير السلز مع هذا اهم شيء. طيب وصل ذا اوكي وصل بدري يا اخي هذا بعد قلق. ها فترة وش هي حقت ذي وش هي تعال وينك انزل انزل طب وش هي طب شفت شوف ذي دقيقة شوفها مشت كملت طريقة تعال تعال اصقع ذي وينك انت هذه عند ذولي حقت الكاست ايه اللي تقدر تضربها تقدر تضربها تطيرها انا شوف ذي وين المفلة شطها ويي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 ي
يلا امشي خلنا يلا امشي 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 خلنوها يلا امشي 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 روح ضبط ايوه كمان ايوه شوف قاعد شوف وره ما هنا الحين هذا يوصل وهذا يدخل من هنا على طول يدخل لكم هنا تشوفون شوف هنا بدهن يشتغلون الانجنز اللي تحت فيجي طاقة ذي وتحول تحولهن سيلز ويدخل مثل تشست طيب سؤال غبي ريان ليش ما خليتهن تشست واحد هنا بحيث ان يستقبلهم من كله ما لازم تايمر وما ادري ايش فقلق كذا زين حط ستمبرك هنا ما بعيش تو تقول معي تو حطيت هنا الزبده يلا الزبده يلا مش نرجع لل كان اوبس كان هنا فيها بورتل بورتل بس نطار الزبده ان البورتل رخيص يبي لنا ذاك اللي يتنقل وي شو حق التلن السحر صنطوط انا ذي قهرة البواب بوم 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 وير ار يو قاعد اكسر باب اصلا اوكي اوه يا اخ يا ربي خلنا راح اضف اللي تحت اجل الحوسه اي ضبط الوضع اجل ما نجي نجي ولا بسيدي ما بيه هذا ما بيه طب ذاك يعني هنا في سبانر سكيلتون عشان كذا جبنا السول شارد حقت الوذر تراسبان يا اخي انت المزرعة حقك ذي ما هو شو اسمه الموب المزرعة حقت اللي تسوي بيماس ما هو انت مسوي جايب انه شو اسمه العيد يا رجل لا هو لأنت... ما جبت العيد بس لحظة حوسة حوسة هي شغالة كويسة بس حوسة صوت الريح سبك صوت الريح ايه يو تاعت السيف بس هناك ضغط اي كيو بالغلط يلا هي هي معي بشكل بسوي قلتنا نبر كذا هدية ليه الله يسلمك لا ما اصي لهم يجون تقلق سومون ها خلا يخرب بيتك يا رجل ما ياخذ سيف ذا هاي خذ سيف هاي شو والله قمت سيف يا حبيبي طيب اصلح انا هات الغدر انتحرت الزبده انا وش كنت ابي هنا هي ابي هات الكوبر ستون احلته ولا خلصت ليش تخلص عشان اجيك اها ما تبي تضيف راي يعني طيب خلاص سوي جيب ادوات ال اللي ذا اللي هو حقات ال
حقات البتوع. كيف الحال؟ والله تمام، اخبارك انت؟ وانت فاحي. بليز هذا تبع جيب ذا. لا ها اوكي، حط هذولي وحط هذولي وحط هذولي. يا اخي الجست الشنطه ذي تودي لل لل شو اسمه للشنطه اللي فوق ذي، ما ادري شو اسمها، لي للاندر تشيست اللي فوق. شلون يعني؟ لو احط لك شيء بالشنطه اللي معك ذي، الاندر الشنطه الاندر ذي، ما ادري شو اسمها. اي ذي الجبيل نحط له لون. يلا يلا لون، تكفى قرب لون. ما اعرف شلون لونه، تصدق انا اجرب ابي اي لون. اي لون؟ لون بس لا يصير موجود، فهم كثير الالوان. ابي لون. طيب اي شيء يجيب منه لون. لون لون ورد احمر. وين الورد الاحمر؟ نروح ندور ورد احمر. ورد اصفر كذا 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 كذا، ما يديك تلونه. طيب اضغط عليه شو اسمه ذا، هذا شلون؟ تحت يسارك. طيب ار هي اذا تغير الصوفه اللي تحتها هذه هي. خلص مره ثانيه، ما يحتاج تصنع. خلاص خله خله خله. يلا يلا بسرعه بسرعه. جبل بس حقت تضبط شو اسمه حقت اللي هو شو اسمه يا ربي، اقسم بالله يحوش تحت هنا بقى. تقول لي ما زعتك من مسوي. ما عندي قاست، ما عندي قاست، ما عندي بليز رود. اشتغل قاست، حط هذا هنا. انا اشرح لفتح هذا. اوكي لا فضل الاغراض اللي هنا. اوكي حط ذا و اقلع ذي لحين اجل اخر. و لحين اجل اخر. نعم نعم تسمح حقا. يس هذا الشيء. طيب جبت شو اسمه، جبت التانك حقت التانك. اي تانك؟ زي التانك ادوات التانك كبرو. اها كبرو يا اخي مليان. طيب كبرو. طيب مليان. طيب عادي حتى لو قصدك يعني ما هو عادي اكسر وارجعه، بس ما ادري اذا كبرته ينقص او يخضع. ايوه دروب ولا دروب. ايه جاء عندي دروب نفسه. بوابتك خلاص اضفه اضفه. بغيت اروح اضفه بس تهورت بس تهورت بس ما تهورت. ايوه تقول لي خلينا نكبر التانك حقه. حط اسمه. طيب انا يبدا يجي طاقه، يجي هذا من كل مكان، فهم؟ بحيث ان نستغل البايوميس. بايوميس اقسم بالله انت جايب الحوس هنا يا رجل. انك لحست مخي. دقيقة اوكي بسم الله. من كثر الاغراض اللي معي ما ادري شو احطه. تشخن احلت قصب السكر، احلت هذا واحلت القصب الثاني بعدين. شوف الاشياء المهمة اللي هنا. يلعن ام تعقيدك ريان يا رجل، والله يا تعقيد. دم 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 دم. ايش نحتاج؟
دقيقة أنا عندي ديلي تليت أنا يا جاي من بنغال. طبعا هنا حطيت MFA وحطيت هنا وين هنا هذا الشيء إذا حطيت حبة يتحمل الشيء اللي أنت حاطه فيه اللي هو مثل هنا وشو ماسريتر وهنا إكستراكتر فيتحمل هذا الشيء. حطيت حبة يتحمل كم دي يتحمل 1128 حطيت ثنتين يتحمل حق 500 ومدري كم الزبدة كل ما حطيت واحدة يزود 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 إذا حطيت أربع يتحمل 1000 2000 الظاهر وخمس وثمان وأربعين والنعم والله تشرف أكثر شيء. كيف الحال؟ والله الحمد لله وركان فضيت بقرب تشت أغراضي عشان إحنا جا رجعهن من لحستك يا رجل أقسم بالله لحسة كده بالعكس ايه السلام عليكم سلاج يعني زجاج لي حبتين هنا اربع حبات هنا اوكي اكسر حبة واحدة حبة عندي ناسنا لا وش بك يا معود واحد كبده على الصاج انا ما شطحه الآن أنا آسف طيب يكفي هنطفي جبت العيد وجبنا العيد باللي فيه طيب كذا استاكل الطاهر لا من فاتح بوابة كينجل تي تبطي ما تجي كيف اطوله ولا ارفع الكازين عشان نصير نحافظ على البيماس خلنا نشيل هذا ما يطير البيماس امسك الشمعة دي يان ودي اسبح بايوماس العنم شهوك يا رجل بس ما اقدر الظاهر اني كفي ستاك زيادة الزبدة كسر انت انا ببني هنا جلاس حق البايوماس جلاس حق التانك حق البايوماس اوكي طيب كبرته بس واحدة اي بلكة تبي زود زيادة بس ما معي بلك كلاس يا اخي اصبر الى ان ام اللحش يا رجل بسرعة انا ما ودي يطير البايماس طيب راحنا اللي معي ذولي الايرون تانك ول ما ادري انطى الصمم لقيت انطيحات اوكي كويس شلونك اخذتني يا رجل ما انا لحست يا رجل خلنا ممكن قبل ما يطير
طيب نطلع يا حمار. اي اي ولك حطت قزاز لانه هو سبق حط لي قزاز ذا. طيب اطلع. طيب يا اخي يقطع من الدباش. تبي تسبح بسطه يعني؟ قال لك لا يا سبك اصلا ما يضبط. يا رب يا رب. الله الا 5000 6 مليون وش 6000؟ طيب تصدق انه معي زياده يكفي. طيب عندي طريته. ابي احداثيه نص التانك بالضبط. ابي بلوكين نص التانك. اصبر الحين هذا كاتب. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة سبعة ثمان سبعة ثمان تسعة. نص تسعة كم؟ نص تسعة ثلاث ثلاث وبنص واحدة. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة هذه هي. طيب شكلي بحطها. ايش بتحن؟ ليش؟ تدري واخر واخر لا ليش بس اكسر لي كذا بس ما هي زيادة بس كذا يعني. فضاوة يا رجل. عصير تفاح. يلا نمشي نشوف نسوي الالات. طيب اصبر انا بروح اجيب من فوق الباقي الاغراض. طيب كذا قلق اكسر البوابة ترى ما اشوف شيء. خلنا اكسره. راح كسر على بال ما اجيب الاغراض الباقيه اللي طارن هنا. هات الانجنات ذولي كلهن. هات هذا شبان يا تلبه لك حيوانه. الله يسلمك شكرا لك سودا. هاي تعالي والله يا بطيء. تشوف يا رجل ليل. يا سيدي نسرع منه. ايوه سلام عليك. هنا هنا صدق ذا سريع. دن دن دن. اوكي بدي صبصب لعبه. احس بذا ما يكسر. هاي اجي اساعدك. كمان كمان ويدمي. تدري اسحب علي من الحين. والله يطول الزبده. وش كنت تبي انت؟ امشي انزل تحت. انزل تحت هنا. وين تحت؟ دقيقه بس دقيقه اصبر. انزل شو اسمه ها. كم في خشبه هنا وينك؟ اوكي شوف هنا. ايوه تعال خلنا نسوي كل تحت كل وحدة نحط شو اسمه شيء يورد بايوماس فهم. لا يا اخي اقسم بالله قلق يصير بعاد عن بعض اذا جيت تشيك ومدري ايش. لا بس بحيث انه يستخدم كل شوي شيء فهم. اها قصدك كذا. طيب نسوي زي الحركة ذي بس عند ال شو اسمه ذولي. عند ايش؟ وشو اللي تستعمل كل شيء شيء؟ طب خلاص انت بنحطه بالزاويه هنا. تعال لا خلينا نحط عند السكر كين. احنا من هي تستخدم السكر كين. اي بس تحت قلق ما تقعد تشوف زين. خلك كذا مكان مكشوف عشان اذا ذا حوسك تو يا ابوي خايسه. اي هي نبيه تحت بحيث انه ما تطلع شيء. انا عشان كذا حوسه. انا ما كنت شايل همه او شهم يعني ابي شيء يخلص بسرعه. تخلفت وين طيب زاوية هنا. طيب دقيقة بس خلنا ست المنطقة ذي. نبي نخليها تحت الأرض عشان ما تهبط فوق. حبيبي هنا بالزاوية. مو بتحت ذا. لا وين؟ سلامات. هو علشان كذا أنا بحطه هنا علشان كل ما ذا شيك عليها. شوف إيش صاير وش ما صار. طيب شو يطلع عطان عطان ذولي دقيقة بس خلنا نطلع الأغراض حقاته هذا و ها
هذولي وهذا. اوكي يلا وش ابي؟ عطنا الالات حقت البايماس هذولي هنا سم. واحد اثنين ثلاث هات اصبر هذا ثلاث. اوكي خل ذولي يحطون فوق. كيف كل حط لي بس اربعة كافي كثير بعد. طيب اوكي كذا يستنى شوية. عطني التوبس. اي التوبس هذولي حقت ال توب توب يسلم عليك حق الشكر كان معنا. ماما ماوي ماما ماوي لازم كل شيء يمين واحدة يمين واحدة يسارة. اركب هنا صحيح. او يجن طيب هنا يتخلوش فوق الشجر كان. لازم الشجر كان الشجر كان نقري قنيه انقلع. شجر كان حط هذا بينهم كذا بعد 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 ايوه عليك عليك كذا لا كذا كذا لا اقلع راسك ايوه لا كذا زين شفتها. نبحث ان يربطهم سلك واحد يجي من طيب هنا فهمت كذا 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 من منتصف هنا في تحت سلك. اما يا قلق طيب اصبر الم لي هنا هذا يتغير مكانه. اي والله يلا كمان حط حقك ذا هنا وين؟ اوكي خلصنا الجزئين الحين هذولي وصلهم بعض وصلهم بعض وصلهم للي انت بيتوصلهم به هذا يطلع صح؟ وصلهم حق ذاك. طب خلنا نعطيك الاغراض الباقية عشان اروح انا امسك تعال هذول الانجنات و اخذتهن؟ ايه وش بعد تبين؟ ليفرز ليفرز وين الليفرز؟ هذا 26 ليفر وهذا توبس ايش بعد؟ بس ظاهر بس حط ذلك كذا ايوه تبي اللي هو لا كواري مو بكواري تبي اللي كواري؟ اللغة راحت فيها. طيب اوكي الحين يطلع ذا بامب. احاها والله قاعد يوصل بكثرة يا رجل هنا. ايه البامب ها؟ البامب دقيقة البامب الظاهر انه فوق رقع دقيقة انا اجيب لك اكيد شغل نظيف تصدق الحين لازم نشغل بس لو تروح تنقص حقة الشجر كاين تنقص اللي يطلع منه يطلع احسن تدري خلنا ها هي اصلا طلع مطلع هالكثر لانه نشوف وين البامب صدق بين الفلتلايزر نحطه هنا في فلترايزر عند الشجر هنا كثير. اوه تبت العيد باللي فيه تبت العيد باللي فيه. اوكي شكر كان واوكي. تشوف يا رجل. اوه اوه كل ذا انت عندي. وش ذا؟ خلنا نوديه بسرعة. نسوي تسبان. ايش سويت انت؟ حطيت توبز بالغلط مكان غلط هم كسرتهم انت ترى عندي
اخ الله انك جبت العيد في اللي فيه. جبنا العيد باللي فيه. الزبدة ما ادري وين ال حم انا كل. اوكي شكرا شكرا. حلاوة. ما يحتاج تكمل خلاص فهمت. افهمها وهي طايرة معني ادري ان نص اللي ذا بعد يفهمه ولكن. حلاوة وش تكون انت؟ ما اقول شي. ما تبي حلاوة؟ الا حط رصاص اللي يجي وانا اخوك. اوكي بم 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 بم. طيب وين ذا البمب؟ يخرب بيته هذا الفلتلايزر صح؟ والله ما في شيء كله. تعال ضف معي الفلتلايزر. كيك انا قاعد ادور البمب ذا حقنا. حق ايش؟ البمب وش حقه يعني؟ انت طيرت شكلك كسرت من هنا. انا متأكد اني حاطه بس ما ادري وين طفاه. شوف حقه الحين موجود. وشو حقه؟ وش حقه؟ حق البمب هذا اللي يشفط. كيف الحال؟ قتل والله صز. انا ما قاعد اشوفه اجل ما هو معي ولا قهوة. اطلع وادخل. ديش كونكتد. افا افا بس الله افا دقيقة اخفى ربي. اوكي انا احس ما حد فاهم اي شيء وانا اسويه لانه رايح اجيب فلتلايزر عندنا. فلتلايزر الحين اشرح لكم عقب ما نخلص انه شلون طريقة يصنع اللي هو البايوميس. بام 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 بام. اوكي ما لقيت شيء وينه؟ كلته من راح سوى اصلا عادي. اصلا عادي اتوقع انه هنا بس ما ادري وين طلع سبع خيره. ايوه ابن حقيره هذا. منه ابن حقيرة وابن كلب بعد. صار يجي. طيب هاي اكسر. شفتها؟ طويل العمر. مكان كلت. في اثنين اريديوم هنا. ها؟ لا ايش اسوي لك يعني؟ بما ان الريديوم اغلى شيء باللعبة. اريديوم ما ادري انا قال اريديوم هذا انا ما في معلوم. انا في معلوم. طيب الحين ايش اسم ذا البامب؟ هذا نشبه تصدق من هو؟ لا هذا الشيء خلنا نجيبه يمين. بامب اوكي بامب. طيب هذا شلون يسوي ايرون؟ اوكي سهل مرة. طيب هذا يا صار اوكي كذا يكفي خلاص. اعطني بك ايرون اذا فيه. اوكي يصل هنا. ما فيش بك من هذه الجهة. اوكي كي يصل الى هنا ويصل هذه الاشياء. يا واو اوكي ريت خمشي يوجان. خمشي هنا عطسه يا اخي. يعطسها يا رجل. اعطني حبة ريدستون. اوكي يتطلع عطسه الله ياخذه. شوفك ضغطت ميت طوليت. ضغطت ميت شوي بس اني ساكت كيف تقول. خشمي الله ياخذه. ما ودي اعطس. شو ال 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 الصمرقع ها؟ اوكي بوم بوم بوم. حتى الحين وصل هنا في التلايزر. كذا بوم. لا كذا احط الحقات البايوماس انجن ولا احط العادي؟
شلون؟ الالكتريك انجن. ما ادري والله. شوف البايماس انجن لازم تجيب لها بايت. لا حط له مش اسمه، تعرف اللي يطلع الطاقة من البايماس؟ ايه حطه وحطه عليها الاسلاك وحطه عليها سلك يدخل عليه بايماس كذا، ويبي له نجيب له من التانك مرة ثانية لأنه أصلا راح يطفى ووريك بعدين، فبحطه الحين ونجربه. أوكي خلاص نشوف. طيب أنا حاطه بمكان بس ما أدري وين، وين منزله أنا؟ فكرة كان في كثير هنا، اصبر خل أفكر. بايو غاز إنجن، بايو غاز إنجن وين حاطه؟ بايو غاز إنجن والله تصدق إنجن واحد ستين أو أي ذا الحين، من 14 إلكتريك إنجن. أهلا أهلا، معليش بس فجأة فصل. عزيز فصال ولا لا كنه ونتي فصال الناس كتب الشباب. اهلا كل تبن انت. لا لا ما فصل ما فصل ما لا ما فصل بس يا اخي ما عندي مدري ليش ما عندي مدري ممكن اقول شيء. والله صوتك متاخر. ممكن اقول شيء؟ طيب صوتك متاخر قل. ما ادري ليش فجاه كذا يفصل مايك ولا شو اسمه السماعه ولا الكيبورد والماوس. يا ريت اللي عنده فكره ان مشكلتي هي المني. يا ريت اقسم بالله فجاه يفصل مع بعض كذا ما قلت شوي ثمان يشبكن. ايوه بعدين ما ادري ليش يعني فجاه يفصل ياخذ دقيقه كذا يفصل ويرجع. طيب سوي لك يعني ابي حلها يعني. طيب انا ابي شو اسمه ذا في هذاك الشيء المفك الاسود ما كنت شفته الا هنا. انطيني اياه هنا. هاشوف خلاص خلنا. ثانك يو ويلكم. تصدق انا ما اتذكر وين حاطه يعني كنت حمار شكك شكك حافظ كل المناطق فعليك حظبطك يا رجل فتح كل تشتات يشيك. طيب لا بس قبل شوي شايفه فهمت. لا انت لا هذا يصل له يقطع متفاكة اللاق المخيس. هذا مكانه مش كويس. نعم نعم استمر الحياة. يلا بسرعة عشان نقتل وذر بوس ونخلص الحلقة. اثنين لازم. اوكي صدق في اله احسن من هذا طلع ماء. شفت حلقة ولا ما شفتهاش؟ منها بدر احمد اللي الالات شرح الالات وما ادري ايش في واحدة منها تطلع لك ماء احسن من هذه. يلا جيب ماء تحط لي ماء طيب ذولي. يلا يلا ابي دا. طيب عطنا لك ايش اسمه انجنات انجن وش تبي بتستان خلي اجيب لك. والله الحلقه دي صارت 70 دقيقه خندت تو ودي تو بعد بزين الكوار نقتل وذر بوس عشان نخلص ختامي حين وذر بوس سبايك. وش ابي ايه شوي. طيب ابي الله لهينك انجنان. طيب يا اخي لا تقعد تصارخ. انا وش ابي؟ انجنان انجنان ما قلت شفت انا. قلت ابي انجنات بس انا بنجلد امسح. افتح افتح يا سمسم بابك نحن الاطفال. افتح انت. الو الو الو. طيب لا ما بيشتاق والله اني امزح. اجدع 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 حبيبي سويت شي بالعيد سويت شي بالعيد. ما سويت شي بالعيد شي
تسوي شيء بالعيد سي. انا مفلل ام فانتا ملعب بلاي افنتوري شيء ما محتاج. مو ما تحتاجه بس ما تحتاجه الحين الان. وعج انت ودي لك شتا. طيب جبت الماء وين كانت تحت الارض؟ هي تحت الارض وانت بدي تلقان وراك تحت الارض. عامل مجاري قالب انا يا رجل. يا عامل المجاري تدري له انت صرت عامل مجاري صرت عامل النظافه هي. ما ادري سدنا كذا سدنا ودي اروح اصلي. يلا انجز خلنا نخلص ذي قاتل وخلص يلا نخلص. يا ليل يا اخي دل حط كل واحدة كذا. اي وري طلعت سبحان الله. اذا بغيت اطلع ما اطلع واذا ما بغيت اطلع على طول اطلع. شوف اللي فهم شي لايك. نعم نعم استمر الحياة معك. بايبس حقت يب السواعل انطيني بسرعة تعال. عطن 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 امسك هذا خشب. ادري يعني لو بغيت ما بي. متأكد انه لازم ذا اللي هو الانجن. اي انجن عشان يسحب ماء شلون؟ ما ادري ما ادري لازم انجن. هو بس اي انجن اللي تبي انا الشيئين ذولي يبي لهم الماء عفوا هذا الشيء فلازم يصلوا من هنا. ف ندفن هذا ايش يبي هذا هاي هذا كذا هنا هنا. يلا ننتظر انتاج البايوماس. اوكي حبيبي ايوه افصل كيبوردي وماوسي بس السماعة لما افصلت. صنعتي الصلاة تسمع خرمس كذا هدوء خرمس. اما خرمس هنا هنا في قلق هنا في حوسه هنا حوسه كثير كثير. الشيء لازم اكسر كسرتين عشان ينكسر مره واحده. نتك فكك يا رجل سيرو. انا عندي ادي تعال اكسر التوب يعطيك تك 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 معك افشنسي في يعني جبنا العيد. ليش كسرت هذا؟ طيب اصبر هنا في قلق هنا في قلق اصبر افتح افتح لي طريق افتح لي طريق طريق بابا طريق. في طريقة قديم من ذي خربي يبرك تدخل معاه. يوز انت لو تبت كون كينج. لا تحت لا ما قال ليش ما تسوي شيء انت. ايه صح صح حمار ما سوي شيء اصلا نبت. لا بس بنزل من الجهة ذي فين وصله. لا 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 لو في شيء كذا يسحب لي الاغراض من بعيد. ايش يسحب لك اللي هو المغناطيس؟ المغناطيس اي مغناطيس كيموت يا حبيبي كيموت هكر اخ هكر اي مو بشيء كله اخ بس انه يسحب لك الاغراض اللي طايرات من بعيد كيموت يعني شيء مو بس المعبر العادي. الزبدة انك انت فاضي احنا ناس مشغلين. طيب هذا وش نبيب اصلا؟ هذا حق شان الما الما. لا لا ذا حق وشو؟ خبط خبط فيزات ريال. هذا حق البيماس يا زق اصبر اوكي ورا ما يتطلع الله ترى للي ترى للي هم. انت ايش سويت؟ بطلع حق الماء من هنا بس. انت سويت شيء هنا صح؟
كسرت واحدة من ذولي. يا ليل ام اللحسة، ايش سويت انت؟ كسرت كان هنا واحدة جايتني كذا فهمت؟ بس وضبطته. يحسس انا اني بازر ما اعرف اسوي شيء. ما يا اخي انت يا انت اشتغل يا انا اشتغل. الحين هي وش جاب ذا؟ رحم خريان يا ليل يا اخي انت تبن. وش ذا الحين حق وش ذا؟ ايه ذا حق ذا. طيب اصبر هذا يصل هذا فلتلايزر كلهم ذولي فلتلايزر فما لهم دخل ذولي فهذا يجي يمين كذا وخلاص الزبده اخ اخ الله الله مطولين ادري عقب ذا الفيديو ما حد مسوي لان انسى قاعدين يسوي بس قاعدين انا الحساد عيون اهلا وسهلا انا عيوني دمعا اصبر ماء الحين احنا نبي صح وين الماء الماء وش وصله هنا هي اصبر ليل هذا اللي ما كنت تبيه الله يخرب بيتهم لا تبن انت انا اشتخر انا اليوم كسر الملا ساشا غش كل تبن انقله والله لا اعطيك كك اخ الله يخرب بيت قريان يا حيوان غري يخرب بيتك يا حيوان كات 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 ادري عنك انت اللي صح علي اصبر صح علي ولا هذا وش هو هنا ما يعطيك هالمرض انت تدمر ما تدري شو تسوي اخ يا ربي يا رجل انت اخ يا الله انك نكته يا رجل اخ خلنا نشطب في ذا اخ يا ربي زعلت ريان قلت بنص والله قاعد اركز ريان هدوء يا ريان اوكي ذا الاول وصلنا الحين يا اخي الما وش دخل امه هنا الظاهر في احد اسمه الا الا صح يطلع فيماس فالفيماس يطمع من هون من هذي وذي ايوه فيماس وين يوصل من الذي هلا الفيماس يطلع من الجهة الثانية وفي الجهة الثانية من هنا بعد ويطلع هذي هي تعال شوف ايه هي اللي انت حاطه بالنص دي اوكي كويس لا لا تعال انزل انت اللي موصل دي وش شيء وين هذا اللي تودي للبيوماس هذه اوكي دورك هذه من هنا ومن هنا توصل بايوماس اوكي انه لا طلع البايوماس بس حطنا عليه انجن فوق انجن يب كل شيء كويس الحين ظاهر انه لازم يوصل كذا ها معك ذولي بايبس جولد جولد يب قطعا امسك طب يبيلنا شوي بايماس يبيلنا اصبر خل اجيب من فوق هارك هناك فيه خمشي يوجع يبيلنا شوي لافا بعد خذ خذ من حقات اللافا ذاك التاني معي 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 لافا معي لافا كم حبة معي عشر كويس عشر لا بكم احطهم ذولي
حط كل واحدة كذا ثنتين. اوكي انا ابيهم بعدين. هي اصلا ما 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 يحتاج الا حبه واحده، هو كذا كله شيء حمي عليه، فاهم؟ تشبيه من جد عجبني التشبيه رجل. اوكي عشان يشتغل البايماس بايوم بايو غاس انجن بايو غاز حمي. هذا حمي اخذ شوي بالبداية عشان بس الحين ينتج ذا بايماس ويطلع ويدخل الى هنا، واذا امتلك هذا بدأ ينتج. شوف هنا اي هذا يأتي الى هنا، بعضه يجي هنا. الله شي جميل. الله سو 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 الله وصل 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 زاد. الله يا سلام. وفي هذه الحلقة انهينا كل شيء. لا 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 باقي شيء، بس باقي راح نضبط الا ولا اخ تعبت امشي راح نقاتل يلا يا رجال. المفروض انك مجهز الحين، وانا شغلت عند ابوك زين كل شيء، وانت قالك سويت شيء الحين وجهد. ابدا انا ما سويت شيء ابد، انا ما سويت شيء حق التانك ذا بس. بس ما سويت شيء يا اخي، والله ما لي داعي جايب الحلقه يا اخي. يا اخي خلاص صغيره بس صارت حق قناه اخذها لك الله يستر عليك. انا ما سويت شيء، انا بري ما سويت يا اخي. انا بري انا ما امر. تعال تعال بسرعه بس انا راح اجيب لك سلسال. اصبر ما جهز ما جهز. انا هذا بدادة انا ما سويت شيء انا بريء. هي يلا جبت سلساند وي تن 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 تن. وينت دقيقة بالنذر. النذر من انت بتجيب سلساند اجل سبك. هاي في عندنا استكات بس كذا راح تجيب جيت خلاص صل جي صل يليل. اها تبي لازم نجيب طازج فهمت. مزاتك جيب روس يلا جيب روس لازم نحط. طيب ال... ما جبت ما بنت بتجيبن. انا جبت ذولي. طيب اصبر اصبر بسوي لي جولتن ابل عشان ما نموت فهمت. مي مي اعطن. طيب بسم الله على قلبك. لا لان من اول كان فيه البيكون هنا. طيب عشان كذا ما قاعدين نموت قبل الحين. حنتمسخر يا راجل بالله. تخلي الثلاث ذولا كلهم علي دي هاي طريقة بليز يعني دي. لا لا اعطن قلطن ابل اعطن قلطن ابل. انا بعطيك بس خلهم لي ذولا. تحدي تحدي اللي عنده تحديات كذا في تي في علمنا. احط هنا بعد ثلاث احارب ودرة بوس. لا لا هي 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 تبي يطلعون علينا انت. هذا ثلاث ويمكن يطلع واحد. خلينا ننظف واحد. شوف يعني نحارب وذر البوس وحنا متشقلبين متشقلبين. خله 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 تكفى بليز بليز اطلع بليز. يعني تحدي تحدي بيني وبين نفسي انقلع. ممكن يعني ممكن. يلا يلا راح بنظرك من بعيد انا. هرب للي هرب للقلب. كيف خلك جو يا اخي. وين اللي بتهدى نفسي؟ ابى اتهدى نفسي. لا يا اخي انا حشرت بنفسي بينهم. ايه والله دي مسخره. خذ الساعه. لا لان ما فيه لان كل مره فيه بيكون هنا فهمت عشان كذا ما... يعطيك ريجنريشن. الحين ما في شيء يعطيك ريجنريشن فهمته؟ هاي انت من جدك وش هلا بخليهم لك يلا. مين الحين طاتش طاتش ما نباكل ذيب بس في ريسبريشن.
ويانا حشر. عليك الحرام اصبر ثلاث قلوب. ايوه كسر ثواني الله يقلعه. طيب بس تنهي اوكي هكذا انهينا الحلقه. طيب اذا كان عندكم دقيقه خلنا تشوف ستار من عندك. ايه بس هذه حلقه حقتنا يعني اذا كان عجبك حقتك ذي اصبر حقتنا حقتنا هذه حلقه حقنا. شوف أوكي. تبي اخلي راسي 4 2 2 5 ممكن توخر عن قدامي. طيب ابشر. شو 52 راس لابس انا. البس جاي نصاب. والله شوف راسي. ما ابو شيء راس. سبك عندك لاك. زبدك هذه كانت الحلقة اليوم فات. قبل ما ننهي الفيديو بس انه اللي عنده مثلا اشياء يبي نسويها مثلا يا ريت يعلمنا لانه خلاص يعني بعض الاشياء يعني ما عاد نقدر نشوف شو نسوي هنا ف اللي بيعلمنا نسوي شيء بالحلقة الجاية يا ليت يقولنا بالكومنت يعني مشروع شيء يعني علمنا. اوه سحبة مايكل. هل تشوف ذي السحبة بنت كلب زبدة. هذه كانت كل الحلقة كانت فأتمنى انها كانت عجبتكم ونالت على رضاكم وحسن استماعكم. يلا نشوفكم على الف خير. لا تنسون اللايك الفيفرت ولا حركات هذه وبيش بيس يا